خلونا نستقبل عبر الهاتف أستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطنية الليبية. أستاذ خالد برحب بك. أهلا بك سيدة لمى. الخطوة هذه وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة ودبيبة لرئاسة الحكومة، ماذا بعد وما هي ردود الأفعال حتى الآن في الأوساط السياسية الليبية؟ هل هم راضين عن هذه الأسماء في هذه القائمة؟ حقيقة أخيرا وبعد رحلات مكوكية من القاهرة للغردقة لطنجة جنيف غدامس سرت، كل هذا في النهاية وصلنا إلى نتيجة ومحصلة أن ظهر للوجود مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة ستستلم من المجلس الرئاسي والحكومة حكومة التغييرات ستستلم ملف ليبيا الشائك والمعقد. هل تستطيع هذه المجموعة التي لا يعرف فيها على الصعيد السياسي وعلى الصعيد النضالي إلا شخصية واحدة هي شخصية ميكا الكوري الذي كان عضوا في المجلس الوطني لثورة فبراير، ثم انتخب في التغييرات والرجل كان شجاع وخرج على الشاشات واعتذر للشعب الليبي وقال انه لا يستطيع الاستمرار لان هذه حكومه فاشله لن نستطيع ان نقدم الشعب الليبي شيء. الان اختار هذه المجموعه، هذه المجموعه تتكون من اشخاص ليسوا معروفين على الصعيد لا على الصعيد الاجتماعي ولا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد النظامي في بس من الواضح انهم كانوا معروفين بالنسبه لافراد هذا المنتدى استاذ خالد، تم التصويت لهم باغلبيه. وال 75 من هم؟ من هم ال 75 سيد لما الذين اختارتهم الامم المتحده؟ هي هذه الاسماء التي وضعت امامها وهم من انتخبوهم، وكنا ننتظر بالفعل ان تكون هناك مفاجاه على غرار مفاجاه الفرق وهذا ما حدث. ولكن السيد محمد المنفي هذا الرجل كان عضو مجلس المؤتمر الوطني العام، كان في احدى قوائم وفي اطار معين وانتقل من قائمه الى قائمه في تلك الفتره. يقال انه النتيجه جاءت مخالفه للتوقعات، لكافه التوقعات النتيجه مخالفه لكافه التوقعات، والاشخاص كذلك غير معلومين على الرغم من انهم من منهم كان سفير ومن منهم كان عضو في مجلس، ولكن لم يكن لهم موقف تجاه ما يحدث من احداث منذ 2011 الى الان. وبالتالي هذه قد تكون ميزه وليست اشكاليه وليست عيب، قد تكون ميزه لانه لن يحسبوا على اي تيار او على اي منطقه او على اي جهه، ولكن هل يستطيعوا بالفعل التاثير في الميليشيات المتواجده في ارض البلاد؟ هل يستطيعوا اقناع هذه الميليشيات بتكثيف انفسها وبالانضمام للقوات المسلحه والاجهزه الامنيه والشرطيه؟ لا، مساله المرتزقه والميليشيات هل ستكون عمليه اقناع ولا عمليه قوه بالقوه؟ لانه احنا بنتكلم عن تدخلات اجنبيه استاذ خالد، عن ميليشيات بقى لهم سنين سنوات وسنوات في الداخل الليبي ومرتزقه مدعومه بقوه خارجيه. نعم، هذه القوى الخارجيه من يستطيع ان يقنعها بترك البلاد؟ من يستطيع ان يترك ان يقنع الاتراك والمرتزقه السوريين بترك هذه الغنيمه التي استولوا عليها في غرب البلاد؟ لو تسمح لي اسال حضرتك في نقطه اخرى، بعتذر على المقاطعه. 21 يوم اختيار الحقائب الوزاريه ومن ثم التصديق عليها من قبل البرلمان، السؤال هنا هل يمكن تمرير هذه الحكومه الجديده برايك؟ نتمنى ذلك، لان تمرير هذه الحكومه سيحتاج الى 42 يوم، 21 يوم لاختيار الحكومة و21 يوم للتصويت عليها في مجلس النواب. وإن لم يجتمع مجلس النواب للتصويت عليها ستمرر إلى لجنة ال 75 كي تقر هذه الحكومة. عودة للمنتدى مرة أخرى. نعم. فالبعثة الأممية ستحيل هذه الحكومة للجنة الحوار التي ستقرر اعتمادها. وبالتالي المسألة في الاعتماد، المسألة ما هو موقف الدول الداعمة، ما هو موقف الأمم المتحدة من دعم هذه الحكومة لتطبيق مقررات لجنة 5 مقابل 5 التي أقرت في مصر ب
برحيل كل القوات الأجنبية بفتح المعابر وبتفكيك الميليشيات. هل تستطيع أن تنجز هذا الإنجاز؟ نتكلم بعد ذلك الذهاب إلى انتخابات عامة في 2012-2021، وإلا ستمطق المسألة وتؤجل وتسوق مستقبلا، لأن الأهم في كل ذلك هو تطبيق ما وصل إليه العسكريون 5 مقابل 5 برحيل كافة القوات الأجنبية بتفكيك الميليشيات. إن لم نستطع فعل ذلك لا يمكن بأي من الأحوال الحديث عن الانتخابات. ما الذي تحتاجونه لرحيل كل القوات الأجنبية أستاذ خالد؟ هل أنتم محتاجين دعم دولي في هذا التوقيت؟ وهل هذه خطوة على الطريق لدعم أو حشد دولي بشكل أكبر لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية وبالفعل محاربة الميليشيات الموجودة على الأرض؟ لأن الميليشيات مش هتخرج بإقناع أعتقد. لا أعتقد أن في إمكانية أن تقنع من استفاد طيلة السنوات الماضية بالسلاح في السيطرة على المناصب السيادية والسيطرة على الأموال وعلى مقدرات الليبيين وعلى ثروة الليبيين أن يترك كل ذلك بالسهل. ولكن هل يمكن دعم بالفعل القوات المسلحة العربية الليبية للاطلاع بدورها دعم أممي ودعم دولي برفع حظر السلاح عليها وبدعمها لتأمين البلاد وتأمين الحدود وبالتالي تأمين التجربة الديمقراطية؟ يكفي أن القوات المسلحة أعلنت أنها ستؤمن هذه الحكومة وستؤمن هذه القرارات للشعب الليبي، لأن لا يمكن أن تتدخل في إرادة الشعب الليبي بما اختاره، ولكنها ستؤمن ذلك. فهل سيعطى الدور الحقيقي للقوات المسلحة أم أن الإخوان القادرين على التسلل كما يتسلل الماء من خلال الأعشاب إلى هذا المجلس وهذه الحكومة؟ استشعرت من حديث حضرتك أن هذه اللجنة الرئاسية أو المجلس الرئاسي لن يكون هناك عليه توافق ليبي، إلى أي مدى ده دقيق وإلى أي مدى أو كم نسبة ربما أن تمر وتعبر هذه أو هذا المجلس الرئاسي، ولا حضرتك تتوقع الرجوع إلى المربع واحد مرة أخرى؟ لا أعتقد أن سيكون هناك رجوع إلى المربع الأول. ستمرر هذه هذا المجلس الرئاسي وهذه الحكومة على الرغم من أن بشائرها ودلائلها تدل على أن الإخوان سيحظون بحصة الأسد سواء في قرارات المجلس الرئاسي أو الحكومة، ويتظل الخطورة، يظل مربط الفرس في تعاملهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة. هنا إما أن نرجع للمربع الأول وتكون حرب ضروس، أو أننا سنصل إلى تفاهمات للذهاب لانتخابات في 24/12/2021 إذا تم جلاء القوات الأجنبية وتمت بالفعل تصفية كافة الميليشيات وجمع السلاح منها. عندها سنقول بأننا سنذهب بالفعل إلى انتخابات نزيهة وشفافة في مواعيدها المحدد، وإلا سنعود. سؤالي الأخير، هل تتوقع إقامة انتخابات رئاسية هذا العام كما هو مقرر له؟ ذلك إذا تم الاتفاق على قواعد دستورية تدعم الإعلان الدستوري وتدعم مخرجات لجنة فبراير. أما طرح هذه المسودة، مسودة ولاية الفقيه، المسودة الموحدة، مسودة الدستور، فتلك كارثة أخرى وستجرنا إلى مشاكل لا حصر لها، لأن هذه المسودة لا يوجد فيها علم ولا يوجد فيها نشيد للدولة ولا يوجد فيها شكل للدولة ولا توجد فيها حريات ولا حقوق إنسان ولا يوجد فيها إلا الفقيه وولايته على كافة القوانين في ليبيا. شكرا لحضرتك أستاذ خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطنية الليبية.